رح نبلش أولى مواضيعنا معاكم، وتحديدا موضوع كتير مهم للأمهات. فبعد الولادة بتكتسب الأم بعض الكيلوغرامات الزائدة اللي ممكن تصيبها بإحباط، خاصة مع الاعتقاد السائد بأنه فترة ما بعد الولادة ما ممكن فيها أنه تتبع نظام غذائي معين بسبب أضرار هذا الشيء على إدرار حليب الثدي وتأثيرها كمان على تغذية الرضيع. أنه إنقاص الوزن بعد الحمل بيستغرق العديد من الوقت، ولكنه ممكن أكيد. فعلى الأم أنها تركز على تناول نظام غذائي صحي مع إضافة النشاط البدني لروتينها اليومي. بيختلف طبعا مقدار فقدان الوزن من مرأة لتانية بعد الولادة وفقا للعديد من العوامل مثل طبيعة جسم المرأة ونظامها الغذائي وطريقة الرضاعة وغيرها كمان من الأمور. لنحكي أكثر بهذا الموضوع وبشكل مفصل رح تكون معنا أخصائية التغذية أسيل العنزي. يسعد صباحك. يسعد صباحك بنتا، وصباح الخير للمشاهدين. اشتقنا لك احنا أسيل. ثانك يو حبيبتي. وأنا كمان أسيل. اليوم يمكن احنا عم نحكي عن موضوع كثير مهم، عم نشوف انه الست تحديدا يعني من بعد الولادة بيصيبها إحباط بشكل كثير كبير. صح. وأهم شغلة اللي هي كل حدا بحكيها انه لا ما تعملي دايت لأنه أنت بترضعي، فهل هذا الحكي صحيح أو لا؟ صح. أوكي، أول شيء خلينا نبلش بناتا إنه إحنا في عنا كتير بمجتمعنا في كتير شائعات أو في كتير أفكار كتير مغلوطة بتنتشر. صح. والناس بتصدقها بتأثر عليها سلبيا. أول شغلة إنه أغلب النساء بيحكي لك إنه أنا عندي كرش صار بعد الحمل، خلينا نستخدم مصطلح كرش للكل يفهم علينا، وما حيروح أو أكيد ما حيروح، أو إنه أنا بدي أنزل وزني بس أنا متأكدة إنه كرشي مش حيروح. هاي أول مشكلة عنا بتواجه النساء ما بعد فترة الحمل. تاني مشكلة اللي هي أثناء فترة الحمل طبيعة الأكل. عادة نحن أول ما بنشوف مرأة حامل عنا بالوطن العربي ببلشوا كل أهاليها كل عن تنين. بالضبط. صح. بالضبط، أنت حاملة روح جواتك فلازم تاكلي عن تنين. أول شيء بنتا خلينا نبلش بالموضوع من البداية. خلينا نحكي عن فترة الحمل. هلأ المرأة الحامل بحاجة لسعرات حرارية معينة بأول تلت من الحمل، هي ما بتتأثر هاي السعرات. أوكي. بتاني تلت والتلت الأخير ترتفع احتياجها للمرأة ل 300-400 سعرة حرارية. لما نحكي 300-400 سعرة حرارية نحن عم نحكي عن وجبة صحية متوسطة، ونركز على مصطلح صحية يعني. صح. مش إشي فيه أشياء مقلية أو إشي فيه سكر مضاف. تمام. هلأ إذا التزمت المرأة إنه بداية فترة الحمل هي ما عم تزيد احتياجها وبس زادت الاحتياج، لأنه كل ما بتتقدم فترة الحمل كل ما بترتفع عنا هرمونات الجوع، كل ما بترتفع الشهية عنا. هرمونات بتبلش تنفرز بالجسم أكتر. أوكي. بتبلش الحاجة للطعام تزيد حتى لو كان جسمنا مش عم يطلب، بس نفسيا بتكون المرأة الحامل بحاجة لأكل. فنحن إذا التزمنا بأول تلت من فترة الحمل إنه إحنا مش عم نزيد احتياجنا، ركزنا إنه إحنا بالتلت الثاني والتلت الثالث أكيد رح تزيد الاحتياج فرح نعوض، فنحن هون بنكون متجاوزنا لو جزء بسيط من هاي المشكلة. حلو. هاي أول نقطة للمستمعين. تاني شغلة هلا نحكي إنه اكتسبت هاي المرأة الحامل للوزن، فإيش نعمل بعد فترة الحمل؟ هلا هون أول شغلة منبلش إنه لازم المرأة تفهم طبيعة جسمها، لأنه إحنا بعد فترة الحمل عضلة البطن ما بتكون بمكانها الطبيعي، فهي بحاجة لوقت لترجع لمكانها الطبيعي. هاي أول نقطة. تاني نقطة الهرمون تبعون الجسم بحاجة مينيموم لثلاث أشهر ليرجعوا لوضعهم الطبيعي. فنفسيا المرأة لازم تصبر على حالها شوي، ما لازم دايركت ندخل بدايت، لازم تمر المرأة بفترة تحضيرية قبل ما ندخل بمرحلة الدايت. والدايت اللي رح نحكي عنه هلأ كمان شوي هو مش ستريكت دايت زي أي حد طبيعي. لازم ينزل وزن خاصة للمرأة اللي عم بترضع. هلأ إذا فهمت طبيعة المرأة جسمها إنها هي بحاجة لمينيموم لثلاث شهور لحتى ترجع هرمونات جسمنا الطبيعي، فإحنا هيك رح نفهم إنه إحنا أصلاً جسمنا ما رح يكون شغال أصلاً 100% إلا حتى نصبر شوي وتمر فترة يرجع الهرمونات لمكانها الطبيعي. هيك إحنا من نقدر نبلش بعملية تحضير الجسم إنه ينزل الوزن. نهيك بنتا عن موضوع الواتر ريتينشن، الاحتباس السوائل اللي بيصير أثناء فترة الحمل، لأنه ممكن الواحدة تكون كسبانة 20 كيلو بس من 20 كيلو هدول مش دهون، ممكن يكون منهم 10 كيلو مي. فنحن مع بعض عادات صحية بسيطة ممكن هاي المي تطلع، فإحنا بنكون خسرنا على الأقل 40% من الوزن الموجود عندنا. حلو. طيب خلينا نقول هاي مرأة الثلاث شهور
الست عرفت انه هي لازم تستنى شوي لحتى جسمها يرجع لطبيعته. مرقت 3 شهور وبدها تبلش بدايت. قلتي انه ما لازم يكون ستريكت دايت او دايت قاسي مثل اللي بيعملوه كل الستات اللي بدهم ينزلوا صح. بالوزن بدون هالحمل. فشو الدايت المناسب يعني للمرأة الولدانة؟ اوكي، اول شغله خلينا نبلش بالرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه عكس ما هو متداول ان هي بتزيد الوزن، لانه بيزيد الانتاك او بيزيد الاكل تبع المراه، هي غلط. الرضاعه الطبيعيه بترفع عمليات الايض بالجسم، فالحرق بكون كتير عالي اثناء فتره الرضاعه الطبيعيه، فهي بتكون تقدر تخسر وزن اسرع من اي مراه مش عم بترضع بشكل طبيعي. دائما احنا بننصح الامهات على صحتهم لصحه الطفل، لازم نحاول نحافظ على اطول فتره ممكن للرضاعه الطبيعيه. هلا اول نقطه هاي ممكن تساعدنا. ثاني شغله الكميات، كميات الطعام. اول شغله احنا لازم ندخل بفتره تحضيريه للمراه، ما لازم تدخل دايركت عشان الانسولين تبعها ما يكون هون فجاه يصير هون. يعني احنا عم ناكل طبيعي فجاه ندخل على ستريكت دايت فجاه ينزل الانسولين، هم ممكن ندخل بمضاعفات ثانيه. اول شغله لازم نتحكم بالكميات. الكميات اول شغله ممكن اول فتره نبعد عن بعض الحلويات، نبعد عن السكر المضاف، نبعد عن الاكل السريع باول فتره تحضيريه اللي هي من شهر لشهرين. طبعا كل مراه الوزن الزائد اللي بتمك تثبيته بيفرق عن الوزن الزائد اللي بتثبيته مرأة أخرى، فكل واحدة حسب الرينج تبعها. ممكن إحنا ندخل مرأة على شهر، ممكن واحدة تدخل على شهرين. بعد هيك بنبلش على الدايت الطبيعي اللي هو نحنا هيلثي دايت، أكل طبيعي، نبعد عن الأشياء المصنعة، نشيل السكر المضاف، ناكل كل الأكل، لأن جسم المرأة بهاي الفترة برضه هي بحاجة أكل، والبيبي تبعها اللي عم يرضع رضاعة طبيعية برضه بحاجة لأكل. فنحن بحاجة لكل أنواع الأكل لكن بكميات معتدلة حسب كل واحدة وحاجتها. تمام. طيب اليوم الرياضة كمان وين رح تكون موجودة وبأي وقت ممكن تمارس الرياضة المرأة؟ لأنه إحنا بنعرف في بعض السيدات اللي بيكونوا عاملين قيصرية غير الوالدين ولادة طبيعية. طبعا هلا الولاده القيصريه لازم ترجع للدكتور ويحكي لها متى تبلش لما تاثر على الجروح الموجود عندها. لكن نحن مشكلتنا هون بنواجهها بالوطن العربي مع النساء، انه انا ما بدي اعمل رياضه لما يزيد حجم العضله لما اظهر بمظهر رجولي. هي معلومه جدا خاطئه، خاصه للنساء اللي بعد الولاده بحاجه كثير لرياضه. يعني انا بنصح من 4 شهور اتوقع ما يكون في مشكله، بس لازم كل مراه ترجع للدكتور تبعها ويحدد لها الفتره. لكن اتوقع 4 شهور بكون كثير كفايه. طبعا اكيد رح يكون في مشي، المشي ما بيأثر ابدا، بالعكس بيزيد معدل الحرق وبيزيد برضه بيساعدها انها تطلع كل السوائل المحتبسه عندها بالجسم. لكن احنا عم نحكي عن رياضه مستمره من 30 ل 50 دقيقه من بعد ال4 شهور. هلا ايش طبيعه الرياضه؟ هلا كل دراسه بتحكي انه في دراسات بتحكي انه لازم بدايه يكون في كارديو، او في دراسات بتحكي بالاخير لازم يكون كارديو، بس اخر دراسات بتحكي انه افضل رياضه خاصه للنساء انهم يخسروا الوزن هي الكارديو بدايه التمرين والكارديو نهايه التمرين. اول 10 دقائق ندخل تمرين قلبي نحكي جري سريع، واخر ربع ساعه برضه يكون في جري سريع. هلا بالفتره ما بين اول 10 دقائق لربع ساعه لازم يكون في تمارين حره بمقاومه الجسم، يعني مش شرط نحن اذا احنا مو قادرين نطلع برا البيت لانه عندنا بيبي، ممكن بوزن جسمنا نحن نلعب تمارين داخل المنزل. لكن في نقطه بنات لازم نركز عليها كثير مهمه، انه تماريننا لازم تكون متواصله. اذا كانت تماريننا بعيدة عن بعض، تركنا فترة بين كل تمرين وتمرين، ببلش جسمنا أو عضلاتنا يعبوا وبتزيد حجم العضلة. يعني بتقصدي بشكل يومي احنا بنحكي؟ بالضبط، نحن بنحكي بشكل يومي، والتمارين تكون ورا بعض، يعني أول 10 دقائق جري، آخر ربع ساعة برضو جري، بيناتهم حركات مقاومة للجسم وبرضو مستمرين، ما نترك فراغ بينهم للدهون تكون على العضلة تنحرق. إذا عملنا العكس تركنا فترة بين هاي التمارين رح تبلش العضلات تعبي، فهيك ممكن احنا نزيد حجم العضلة، فممكن نزيد حجم يعني حجم الجزء الموجود عندها. أغلب النساء بالوطن العربي المصاح عندهم بيكون من المنطقة السفلى، فممكن هاي المنطقة برضو ترجع تكبر. احنا بنكون هيك مش عم نحرق دهون، احنا بنكون عم نكبر بالعضلة، فإحنا بدنا حرق الدهون، فلازم هاي الطريقة الصح 100%. في كتير منحس انه الستات تحديدا ما بعد الولادة ببلشوا بالدايت ولكن بيهملوا الرياضة، بقولوا لك انه انا اهم اشي انه خليني انزل شوي بالوزن بعدين بشتشد، فهل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ اوكي، لا هم الاثنين مع بعض لازم يكون سوا سوا، بس احنا عشان ما يصير في عنا صدمه للجسم بنبلش فتره تحضيريه، بنبلش ندخل الرياضه تدريجيا، زي ما بنبلش ندخل دايت تدريجيا بنبلش ندخل الرياضه تدريجيا. بس اهم شغله فانيتا هي العامل النفسي، يعني احنا ما نكون حاطين جولز انا وذن شهر انا لازم اكون نازله 10 كيلو، هذا الشيء جدا صعب. انت اكتسبت الوزن خلال 9 اشهر، فكيف تتوقع انك تنزل الوزن بشهر او شهرين؟ اتليست بدك نص ال9 اشهر لتقدري تنزلي 70% من هذا الوزن اللي انت اكتسبتيه.
هو العامل النفسي كتير بيلعب دور فانيتا. التوتر أكيد. خاصة إذا دخلت المرأة، هي أصلاً أغلب النساء بدخلوا بمرحلة الاكتئاب ما بعد الولادة، ناهيك عن مسؤولية البيبي اللي رح يجي عن رضاعة طبيعية، فندخل كمان بستريس دايت. لهيك إحنا بنحكي ما تدخلوا بدايت، كلمة دايت إحنا ما بنحب نعلم الناس تقيلة. إنه بالضبط تقيلة على الناس، خاصة لوحدة لسه الهرمون سبعونها لسه مش راجعين لمكانهم الطبيعي. فدائما بنحكي إنه التوتر بيأثر، أول جهاز بيأثر عليه هو الجهاز الهضمي. فهرمون سبعون الجهاز الهضمي إذا ما كانوا منظمين صعب تكون عملية حرق الدهون وتنظيم الشهية عنا ماشي بشكل صحيح. طب شو الشغلات الأساسية لازم ندخلها بنظامها الغذائي الست اللي هل يعني بعد الولادة، خلينا نقول إن كان بالفترة التحضيرية أو بعد ما يرجع الهرمونات لطبيعتهم، يعني الشغلات الأساسية اللي ممكن إنها تحرق تساعد بالحرق أكتر أو بتساعد كمان إنه تنزل المي من الجسم؟ أوكي، أول شغلة نركز على شرب المي. لأن شرب المي أول إشي بيساعد أن نطلع السوائل المحتبسة عنا داخل الجسم. ثاني شغلة بيقلل من الشهية. في بعض الناس بيكونوا مو جوعانين بس هم مش قادرين، النواقل العصبية تبعيتهم مش قادرة تستوعب إن هم مش جوعانين، هم عطشانين، فبيروحوا خاصة بفترة الشتاء هلا. كتير ناس عم تنسى حالها بلا مي، وكتير عم بسمع هاي القصة هلا صح. دائما بأول فترة الشتاء هيك عم بكون عنا، لازم نركز على شرب المي أول نقطة. ثاني شغلة النوم. النوم بيساعد على تنظيم هرمونات الجسم فبيساعد برضو المرأة الحامل. ثالث شغلة إيش أهم عناصر الغذائية لازم تدخل على الدايت تبع المرأة؟ أهم إشي البروتين، ندخل النشويات، وكل ما كانت النشويات مش بسيطة، يعني نحكي عن برغل، نحكي عن نستبدل الرز بالبرغل، نستبدل الرز بالفريكة، نروح للمشويات المعقدة شوي، للهولي جرين، نروح للخضار. لازم يكون بكل وجبة موجودة فيه عندنا خضار، ننوع، لازم موجود التنويع بالأكل بكل الوجبات، فطور غدا وعشاء. طب شو الممنوعات؟ الأشياء اللي مش المفروض تقرب عليها أبداً. أوكي، هلا الممنوعات كل إشي ما إله داعي، زي الصودا، زي المشروبات الغازية، زي السكر المضاف على كل المشروبات، زي الحلويات اللي بكميات عالية. نحن ما بمنع إنه ندخل الحلويات على النظام الغذائي لكن بكميات بسيطة. يعني أنا جاء عبالي أكل كيك مثلاً، مش شرط أكل 3 قطع كيك، ممكن قطعة كيك تكون كافية. نحن ما يعني نحن فكرة الدايت مش حرمان، هي فكرة بس تنظيم لوجبات الأكل. أنا ممكن خلال الأسبوع أكون بحاجة حلو مرة مرتين، ممكن مش شرط إنه طول فترة ما أنا عبالي حلو أكل حلو صح. هي شغلة تنظيم فقط 100%. طيب أسيل، اليوم كمان بنلاحظ إنه الأعشاب بتلعب دور كتير كبير بال يعني بمساعدة المرأة بنزول الوزن، إن كانت الشاي الأخضر، إن كانت الأعشاب مثل بابونج اليانسون وهاي الأمور. شو الأمور اللي ممكن إنه هي تأخذها الست بعد الولادة وما تأثر على رضاعتها الطبيعية للطفل؟ أوكي، هلأ أنت ذكرتي نقطة، thank you، نقطة كتير مهمة. هي في بعد الولادة بيكون في عنا نفخة للمرأة الحامل، بنبلش نحنا أثناء ما فترة تواجدها بالمستشفى نحكي لها تأخذ مشروبات عشبية لتساعد على أن النفخة هاي تخف. هاي النفخة بتخف خلال من كتير أنواع من الأعشاب مثل اليانسون، أهمها بتساعد على تخفيف هاي النفخة. وبرضه في أعشاب أكيد زي ما حكيتي بتساعد على حرق الدهون زي الشاي الأخضر والقرفة، تمام. لكن إحنا بنحكي عن أول فترة، نحكي بننصح بالأعشاب الخفيفة زي البابونج اليانسون. هاي شغلة. تاني شغلة التمرين التنفس. تمرين التنفس إنه نأخذ نفس بطيء من الأنف لمدة 10 ثواني، نحبسه داخل الجسم ونطلعه شوي شوي. هاي الشغلة بتساعد كتير إنه عضلة البطن ترجع لمكانها الطبيعي. لكن إذا إحنا بنحكي عن المشروبات العشبية بعدين، يس المشروبات العشبية كتير بتساعد من ناحية إنها بتدخل سوائل على الجسم. يعني في كتير ناس بيحكوا لي أنا ما بعرف أشرب مي، ما بحب المي. خلاص أوكي، اشرب أعشاب ممكن 4-5 مرات باليوم يساعدوك بإضافة لكاستين مي. أنت بتكون عم تأخذ حاجتك من المي خلال اليوم، فهو له فائدتين، إنه بيدخل عنا أنتي أوكسيدنت، مضادات أكسدة كتير جيدة للجسم، ممكن ترفع عنا عمليات الحرق بالجسم وبتساعد على تقليل الانتفاخ وبتهدي الهرمونات تبعون البطن. تاني شغلة بتساعد على تدخيل السوائل للجسم. حلو. طيب بدنا نصائح أخيرة منك أسيل لكل الأمهات اللي يمكن اليوم عم بيعانوا من هذا الموضوع تحديدا. أوكي، أهم إشي ما بدنا توتر، ما بدنا استعجال. الجول تبعنا لازم نحطه تدريجي. نحنا خلال 9 أشهر اكتسبنا هذا الوزن، من المستحيل إنه نحنا نرجع نخسر خلال شهر أو شهرين. نكون كتير منطقيين بوضع أهدافنا ونبعد عن التوتر، لأنه فانيتا إننا عم نشوف أمراض العصر كلها مرتبطة بالتوتر. فأهم إشي إنه نكون رايقين شوي شوي وكل شيء برجع على مكانه. 100%. شكرا لك أسيل، شكرا لوجودك معنا لليوم.